فطبعا دي يعني حاله غريبه وحاله نفسيه غريبه. انما المهم بقى حضرتك هتلاقي معظم المشكلات التي يقع فيها اي صاحب فكر منحرف هو اختلال المفاهيم عنده. مسألة اختلال المفاهيم عندنا اختلال واختزال واجتزاء المفاهيم. لما يختل ولما يجتزأ حضرتك ولما ان هو يعني يبقى اختلال واجتزاء يجي هنا احتلال المفاهيم. فيعطي المفهوم معنى غير معناه. هنلاقي كله كده بقى حضرتك. فهنا بيقوله ومن لم يكفر بما ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فيجي يقول لك لا، طب هو جه بعد كده قال الظالمون ليه؟ وبعد كده قال الفاسقون ليه؟ قال لك لا ده كله هيبقى كافر. الله، طب ما العبارة واحدة. لما نيجي بمسألة رياضية كده حضرتك، ومن لم يحكم بما أنزل الله، هنا نحط الكافرون، هنا نحط الظالمون، هنا نحط الفاسقون، بس ده المقدمة واحدة. ازاي تنوع الحكم؟ عندنا بنسميه الموضوع واحد، المحمول تعمل ليه؟ عندنا بنسميه المحكوم عليه واحد. الحكم مختلف ليه؟ قال لك الحكم مختلف لاختلاف الأحوال هنا والبواعث والاعتقادات.